Changement radical des généraux à la pénale. مشاكل باش كيفاش يفرقوا لي زالجيريان هكا هكذا قال لك زعما هذا المانيف هذه رايح يجي دي اش ال معنا دي اش ال تعرفوا شكون هو صهيوني ياك بي اش ال سي برنار اونري ليفي مسيو برنار اونري ليفي سي فو مونتوندي مو مون نو سي يوسف عمر خوجا جو سويز ان الجيريان جو فو دير اون شوز On n'a pas besoin de vous ici, parce que en 97, vous avez donné l'autorisation aux criminels en Algérie et vous avez fermé les yeux sur les génocides de Bentalha, de Raïs et pas mal d'autres génocides. Donc, si vous êtes pour les droits de l'homme, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dénoncez d'abord les criminels qui sont toujours au pouvoir en Algérie. Alors, pour dire... que vous allez soutenir les démocraties, je regrette parce que vous avez soutenu les criminels en Algérie. Vous avez soutenu ceux qui ont tué des milliers de dénonçants en Algérie. عندي سؤال سيد نزار في سنة 2000 صرح في جريدة الوطن وكتبت السيدة تلمساني راهي صحفية في جريدة الوطن قال باللي كان يشرفني أن يكون في الجزائر السيد أوري جلوكسمان و برنار أوري ليفي هما يعني مثقفين صهيونيين دافعوا على وجود الكيان الصهيوني يقول بك أن وجودهم في الجزائر لأنهم قضوا على قضية وجاوبوا على سؤال من يقتل من كي تو كي وقال بلي انا كي شفتهم في الجزائر عيني دمعت وما هو التعليق تاعك على هذا التصريح تاع السيد خالد نزار Sincèrement, qui tu qui La question reste ouverte. Tant qu'il n'y a pas de jugement des criminels, la question reste ouverte. Alors je dis à M. Bernard-Henri Lévy, si vous avez répondu à cette question, je crois que vous méritez bien le prix Nobel de je sais pas, de quoi que ce soit. Mais par contre, أنا أقول لك ولا جاوبت على سؤال من يقتل من يا مسيو أونري ليفي خاصة نزار هو اللي قال عليه نزار ديك فوز افي ريبوندي قال لك نزار يعني مسيو أونري ليفي كي جا في 2002 على بالو شكون قتل لي زالجيريان كان حاضر من قتل من يا خويا جاوبنا شكون قتل عندي سؤال اخر انت واش من المنطقة انت في الجزائر أنا من منطقة القبائل تقدر تكلم أهل المنطقة تاعك يعني ميساج ما باللغة الأمازيغية أنا كي نقول منطقة القبائل حنا كاع سيدي زالجيريان يعني منطقة الجزائر حنا كاع جزائريين أنا نقول لكم أيا ثمثنيو القبائل الساقين لا ذاقين فدك نسوف هذا ونسي ثبوت هذا وندوي قاد
وقادي غير تشان تامورث وقادي تيزنزن وقادي غير زنزن نيفنا مدل سيان ديسر ذاكا فرنسا كنا سنين مشان نخدم دي ثمورث اكتا مشان نحكم اينا ثاي خماسنا قينون ثامورث هاي تطقار الناراوي سار برا هاي تمتسثن ذي البحر ثامورث باي هاي شينين كنا نروحا كون فغان جتو دارنا في خلات يرقزنا كروحن ثامورث هاي تسدو ساني ويقادي خدمنا اشتاقي زرمتن ويقادي خدمنا اشتاقي ويقادي خدمنا اشتاقي ويقادي حكمن الدارس ويقادي حكمن تسيدا من أتاس مازال نقنار ثورة أكون ساقوذن ثانا ثورة فرقا شقارن وذا كيني ذا قبيلي وذا كيني ذا شاوي وذا كيني ذا عرب وذا كيني ستاني إسلاميست نكني ذي زايريناك نقبل ولي زي إسلاميست نقبل لي ديموكرات نقبل لي كومينيست نقبل لي لايك نقبل لي ليبيرو نقبل تول موند شادا يذي اختار سي لونيون لازم الى قفا ذوك اللي كنا نشوفها كنا ناويين للي غير ثمورث رانا كلنا اخوات الجزائر الجزائر بعتوها بواحد اورو واحد دينار مهم واش راح نقول لكم انا دم الشهداء ما يروعش سيدو بارك الله رانا معاكم الناس الاخوات الجزائريين رانا هنا حنا في فرنسا مع اولادنا رانا اولادنا زايدين هنا راهم دي ميتسان راهم رانا معاكم مع اصحاب الغوار مع الجزائر مع المساكين مع في ورق لا في ورق لا وسكيك دا رانا معاكم انا ساندوكم حتى لافان وان شاء الله نحاكموا هاد الناس من مطبول حتى المغنيه من الجزائر العاصمه برج باجي مختار الشعب الجزائري واحد يقول كلمه واحده ديجاجو جينيرو انا با بيزون دو فو ما عندكمش هذا لا في اختي ما كانش حنا رجال كرهنا منكم هربنا حنا عايشين في فرنسا اكبر عدو للمجاهدين مساكن علاه ما كاينش لافيرتي علاه نقول لك علاه باسكو كلهم راهم كومبليس مع فرنسا فرنسا نيميرو 1 سي ال كابوسي جينيرو باه تقتل 500 الف جزائري من 90 حتى 2002 حتى جا سي بوتفليقه جابوه مسكينه ما جاش جابوه بيغطيو به الكريم تاعهم وربي ان شاء الله سؤال دام درتي هنا مد الرابور تاع لا بوليتيك جينيرال للديبيتي فرونسي انت في بالك انا جي بي يقدر يروح للجزائر يمد له رابور تاع لا بوليتيك فرونسي للديبيتي ما يقدرش يا اخي لانه هو انسان حر في بلاده بصح مدلسي راه حركي سيتو رانجو جانفي 92 20 ans après il faut que le pouvoir revienne à la volonté populaire بارك الله